عايز برضو اقول لكم على حاجه. احنا في برنامج الابطال عملنا فقره جديده اسمها حكايه بطوله. زي ما شفتوا حضراتكم من الحلقه اللي فاتت عملنا فقره، طبعا فقره بكل صراحه. النهارده بنقدم لحضراتكم فقره جديده من برنامجنا، او في برنامجنا الابطال، حكايه بطوله. ايه قصه حكايه بطوله دي؟ هنجيب نجم او رمز من رموزنا هيتكلم عن بطوله حصل عليها، هنتكلم عن الصعوبات، اغلى بطوله عنده، يعني هيبقى هنساله ايه اغلى بطوله عندك وكواليس فوزك بيها ايه. فالحقيقه دي شفنا ان مهم جدا ما ننساش الماضي بتاعنا، نفكر جمهور النادي الاهلي دايما بالماضي والتاريخ الكبير الحقيقه اللي شارك فيه رموزنا وابطالنا على مدار سنوات طويله، اكتر من 100 سنه ابطالنا ونجومنا بيحققوا بطولات. دي فقره جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. مين بقى بطل اول الفقره؟ كابتن محمد مصالح ميدو. ما لقيناش يعني اجمل ولا احسن من هذا الرمز كمدرب وكلاعب نساله اغلى بطوله عندك ايه. هنطلع نشوف الفقره دي وبعد كده هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا ونجومنا نجوم العاب القوى، رامي سعيد لاعب الحواجز لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، واسراء محمد لاعبه الوثب العالي والوثب الطويل لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر. هنطلع الفقره الفاصل وارجع لحضراتكم تاني. النهارده ان شاء الله هحكي لكم حكايه بطوله مهمه جدا بالنسبه لي كلاعب، بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس. اهميه البطوله دي ان هي كانت بتضم فرق كتيره قويه جدا، كانت الاهلي والزمالك والمولوديه والنجم الساحلي. كانت سنه 95، واهميه البطوله دي ان هي كنا تعرضنا لخساره من النجم الساحلي في اول البطوله خالص، وكان مطلوب مننا ان احنا لازم نكسب الماتش النهائي بتاع الزمالك 3-0 في الماتشات النهائيه. البطوله دي كانت بتعتبر اول بطوله للنادي الاهلي يعني في الصاله المغطاه، صاله عبد الله الفيصل. كانت اول بطوله افريقيه للالعاب الجماعيه كلها، كانت سنه 95، وكانت لازم كنا نكسب نادي الزمالك 3-0، لان احنا كنا تعرضنا، بقول لحضراتكم زي ما قلت كده، من هزيمه من النجم الساحلي. كانت البطوله كلها ست فرق، كانت مجموعه واحده دوري من دور واحد، كنا لازم نكسب الزمالك في الماتش النهائي 3-0، وداخلين باعصاب كانت مشدوده جدا، لان الزمالك ساعتها كان عايز جيم واحد بس ويكسب البطوله، لكن رجاله النادي الاهلي واحساسه بالمسؤوليه ساعتها قدرنا ان احنا نكسب الماتش ده 3-0. لو اتكلمنا عن الجيل بتاع البطوله دي، جيل 95، كان جيل عظيم جدا جدا، طبعا بيضم العديد من النجوم اللي كانت في الوقت ده، يعني نجوم كبيره جدا، منهم طبعا حمدي الصافي وماجد مصطفى وايمن رشدي ومحمد عبد الكريم ومحمود جمعه وكمان هاني مصلحي وهشام صلاح، لا نجوم وهشام صالح، ناس كتير جدا جدا كانت في البطوله دي، كانوا نجوم ساعتها. وانا بقول لحضرتكم ان البطوله دي كانت مهمه جدا، لانها تعتبر كانت اول بطوله رسميه للنادي الاهلي في صاله النادي الاهلي، وكعاده الكره الطايره في النادي الاهلي ان هي دايما بترسم البسمه على وجوه الجماهير، وكانت تعتبر اول بطوله للنادي الاهلي في صالتها. وكنا داخلين طبعا زي ما قلت لكم ماتش الزمالك كان حماسي جدا، وقدرنا نحسم الماتش ده 3-0، وكان ماتش سريع كمان يعني، والماتش ده انا بحبه جدا لان انا لعبت فيه كمان كويس جدا يمكن الفرقه كلها، وكمان مش كده بس، ده انا خدت احسن ضارب في البطوله، وتوجنا تقريبا باول بطوله افريقيه في صاله النادي الاهلي، وطبعا كانت فرحه كبيره جدا لينا يعني. بطوله ثانيه هحكيها اللي هي بطوله افريقيا الابطال الدوري سنه 2017. البطوله دي بالنسبه لي انا كمدير فني بقى للنادي الاهلي، كنت اول مره امسك مدير فني للنادي الاهلي، بطوله في غايه الاهميه بالنسبه لي انا كشخصيا يعني. النادي الاهلي الحمد لله حقق بطولات كتير جدا خصوصا الافريقيه، الحمد لله حققنا 14 بطوله، لكن البطوله دي بالنسبه لي انا تعتبر من اهم البطولات لانها اول بطوله ليا كمدير فني. البطوله دي كانت سنه 2017، كان طبعا بعد اخفاقات سنتين قبل كده للنادي الاهلي او لطايره النادي الاهلي. سافرنا تونس، كانت البطوله دي في تونس،
سافرنا واحنا خسرانين دوري للاسف. كانت الحاله النفسيه للعيبه كانت صعبه جدا، لكن باصرار منهم للعيبه دي، وكمان البطوله طبعا كانت في تونس، تونس طبعا من الدول المتقدمه في الفولي افريقيا يعني. وقعنا في مجموعه صعبه، كان معانا الترجي وكان معانا على ما اذكر الاهلي الليبي. لعبنا البطوله دي وللاسف برضو حصل اصابات فيها، يعني حصل اصابه القطب في قبل النهائي، وحصل محمد عبد المنعم جاله اصابه صليبي فيها. كانت صعوبات كتيره جدا جدا، لكن الولاد كانوا بصراحه كانوا جيل طبعا يعتبر يعني في منهم طبعا بيلعب من الجيل الحالي، يعني احمد قطب وحسام وعبد العال وقطب وعب وناس كتيره جدا، ومحمد عبد المنعم كان ساعتها معانا. قدرنا الحمد لله ان احنا نكسب، نطلع اول مجموعه، وقبل النهائي لعبنا مع برج بوعريج الجزائري وكسبناه 3-1، وفي الماتش النهائي مع النجم الساحلي قدرنا نكسب 3-1 رغم صعوبات كتيره زي ما قلت لكم، الاصابه بتاعت محمد عبد المنعم اللي هي جات له صليبي. فكانت البطوله دي بتعتبر بالنسبه لي انا بطوله مهمه جدا جدا، يمكن عايز اقول لكم ان انا بسبب البطوله دي انا مستمر لغايه دلوقتي مدير فني للنادي الاهلي، انا بحبها جدا وبعتز بيها جدا جدا لانها غاليه قوي عليا، لانها اول بطوله ليا كمدير فني للنادي الاهلي. وطبعا بتمنى ان الاستمرار للنادي الاهلي، طبعا الحمد لله الفولي محقق نتائج هايله خصوصا في عهد المجلس الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب، يعني خدنا حوالي 10 بطولات الحمد لله كسبنا 9 منهم بفضل الجيل الحالي، وان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي. طبعا دول كانوا حكايتين، بطولتين بس للكره الطايره للنادي الاهلي. احنا عارفين طبعا النادي الاهلي الحمد لله في الكره الطايره اجيال ورا اجيال عظيمه جدا، الحمد لله النادي الاهلي محقق 81 بطوله كاكثر فرق في العالم محقق بطولات، وعندنا ارقام قياسيه كثيره جدا. النادي الاهلي غني جدا بولاده في الكره الطايره، وان شاء الله احنا كمان بنوعد الجمهور ان احنا نبذل اقصى مجهود ونكون دايما عند حسن ظنهم، وان شاء الله باذن الله نحقق السنه دي كمان بطولات اللي احنا هنخشها سواء كانت محليه او افريقيه او ان شاء الله عربيه، لان احنا بنضم جيل عظيم جدا جدا يقدر يحقق طموحات الجمهور الكبيره ان شاء الله باذن الله.